أصبحنا والحمد لله أصبحنا في المريخ. شوفوا على مشهد كيفاش داير، مشهد جميل. هذه ظاهرة مناخية الإخوان اللي غتكلموا عليها من بعد إن شاء الله ملي يصبح الحال. دابا راه باقي شوية الحال متأخر، أنا راني بعيد من هاد البلاصة اللي كنصور لكم دابا، راني كنزوميها باش تشوفوا هذا المشهد هذا إن شاء الله. ولكن ملي يصبح الحال غادي نوريكم الآثار اللي خلات هاد الظاهرة المناخية، ونتكلموا على العوامل ديالها، يعني اللي خليوها تكون بهذه الطريقة هذه. يعني هذا غبار، عبارة عن غبار اللي كيجي من الصحراء، تراب ديال البلاد جات عندنا حتى لإسبانيا باش نشموا الريحة ديالو، سبحان الله العظيم. كما قلت الإخوان ملي يصبح الحال غادي نوريكم شي مقاطع ديال الفيديو باش تشوفوا الآثار اللي خلات فوق الطوموبيلات وفي الأرض وكل شيء. يعني مشهد يعني عجيب عجيب. شوفوا الإخوان هاد الطوموبيل مثلا كيفاش ولا شتاء الطين، ولا أمطار الطين، ما يسمى بأمطار الطين. هذه غبرة ديال الصحراء جات حتى لهنا لإسبانيا. ميلا No, 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 no. ¿Y sabes lo que huelo aquí? ¿Qué? Olor a tierra de mi país. Mira, hijo, en este sitio, ¿no? ¿Cómo la tomo bien? يعني ما قال لي حتى شي حاجه، قال لي واش قلتي لي هنايا سير غسلها ولا كيفاش. قلت له ودي لا، هنايا كتبت باللي الريحه ديال البلاد ديالي، لان هاد الغبره هذه جايه من الصحراء كما كتلاحظوا. شوفها الاخوان. السلام عليكم سوى. ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان اخوات، اهلا ومرحبا بكم معي من جديد. المقاطع اللي شفتوا معايا كما قلت ماشي في المريخ، ماشي في مارتي كما كيقولوا هنايا، وانما هنا في اسبانيا. اليوم دابا راه هو بال الحال، دابا راه هي 8:29. انا غادي نهبط من هاد الجبل هذا، راني طالع لواحد الجبل واحد الفيلاج تقريبا الالتوره ديالو ولا العلو ديالو كيبلغ حوالي 800 متر. انا غنقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا الجو كيفاش داير، ولكن اللي كيهمني بزاف هو ملي غادي نرجع باش نهبط لواحد المدينه غادي نوريكم الطوموبيلات كيفاش ولاو، كيفاش ولاو وكان الغيس تكب عليهم. وغادي نهضروا على هاد العوامل كما سمعتوا معايا في الفيديو كيفاش كتكون هاد الظاهره المناخيه، يعني سبحان الله العظيم. ونشوفوا معايا الجو سبحان الله العظيم، شوفوا كيفاش داير. علاش؟ لان كاين بزاف التراب الفوق وكتبان يعني الدنيا حمراء بحال اللي شويه حمراء بحال اللي، ولكن في الليل راكم شفتوا كيفاش كان كيبان. شوفوا سبحان الله العظيم، يعني هذاك غبار مرتفع، يعني في كما كيقولوا هنايا ان سسبنسيون، يعني عالق في الهواء الفوق، وهو اللي كيعطي هذاك الكولور هكاك في يعني في السماء كيبان بحال اللي حمار، بحال اللي اللون ديالو شويه بحال اللي برتقالي. ملي نوصل ان شاء الله للفيلاج ولا المدينه اللي قلت لكم، واحد المدينه راهي صغيره اللي كندوز منها، غادي نوريكم الطوموبيلات يعني كيفاش دايرين كيفاش ولاو. ديك الساعه نوريكم اخوانا اخوات. كما كتلاحظوا انا وصلت دابا لهاد المدينه اللي قلت لكم اللي غندوز منها مرارا وتكرارا، ما غاديش نوريكم يعني الشارع كامل، ولكن بغيت نوريكم يعني الحديد كيفاش ولا. شوفوا هاد الرنو 19 مثلا، شوفوا شو كلهم الطوموبيلات هكا كاملين. شوف كلهم طوموبيلات هكا، الا اللي كانوا داخلين لشي كراج وخرجوا ولا مواليهم غسلوهم ولا شي حاجه. شوفوا على ظاهره، شوف كما قلت موالي اللافاجات غادي يترفحوا. هذا باركين، انا ما عندي ما يدار هنا، يا عين بغيت نوريكم باش تشوفوا، بغيت نوريكم يعني شوفوا الطوموبيلات كلشي. الناس دابا خاصها تغسل الطوموبيلات ديالها. شوفوا الاخوان لاحظوا كلشي 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 كما قلت، الا بعض الطوموبيلات اللي مثلا مواليهم كانوا مدخلينهم للكراجات ولا ربما مشاو غسلوه. انا غندور من هنا باش نخرج، وديك الساعه غادي نهضروا كما قلت على العوامل اللي كتخلي هذه الظاهره هذه ما يسمى بأمطار الطين. ظاهرة معروفة بأمطار الطين كيفاش كتكون.
العوامل اللي خاصهم يكونوا، العامل الاول هو الريح. الريح يعني كينوض من البلاصه اللي فيها التراب اللي هي الصحراء، يعني هادشي جاي من الصحراء من افريقيا، الصحراء المغربيه كما قلنا، جاي الطيبه جايه ديال البلاد تل عندنا مثلا هنا ديال اسبانيا، وربما كما قلت توصل حتى لاوروبا. هذا العامل الاول. والعامل الثاني باش تهبط هكا على شكل كما قلنا امطار طين، الشتاء، كتكون الشتاء، وملي كتكون الشتاء يعني كتصب كتلقى هذاك الغبار يعني معلق في الهواء الفوق، وكيهبط معها، يعني كتصب فوق الشتاء وكيهبط على شكل يعني غيس. هذوما العوامل اللي كيديروا هاد الظاهره هذه. ملي ما كتكون الشتاء كتهبط يعني غبره، يعني عنده ضرر مثلا على الصحه ديال الانسان، عنده ضرر لان الجو كيكون ملوث، ما كيبقاش يعني الجوده ديال الجو مزيانه، خصوصا الناس اللي كيكونوا ازماتيك مثلا. انا ماشي طبيب الاخوان، ولكن يعني هذا الشيء راه معروف وكيهضروا عليه يعني في الاخبار وكذا، يعني الناس اللي كيكونوا عن ازماتيك وكذا كينصحوهم ملي كتكون هذا الجو هكا ولا هذه الظاهره هذه ديال هذا ما يسمى بالكاليما، كيعيطوا ليها هنا في اسبانيا كاليما ديال بولو، اللي كيكون ان سوسبنسيون، يعني كما قلنا عباره عن غبار اللي كيكون عالق في الهواء، وإلا كانت الشتا كتصب يعني كتكون هذه الظاهره هذه وكيطيح على اشكال غيس. يعني كينصحوا الناس باللي الا عندهم مثلا ازماتيك ولا كيعانيوا مثلا من امراض ديال الجهاز التنفسي، يعني كيحاولوا ما يخرجوش يعني بزاف. يعني هذه النصائح اللي كيعطيوها الاطباء بخصوص هذه الظاهره مثلا، خصوصا ملي ما كتكون الشتا. لافاش، غادي ندخل لافاش باش تشوفوا الحديد. انتم شوفوا الناس شادين التور، كلشي كيغسل ويخرج. شوفوا الاخوان، كلشي كيغسل. يعني هاد الظاهرة ماشي أول مرة كتبان في إسبانيا، ماشي أول مرة، ولكن بهاد الطريقة هادي وبهاد الحجم ديال هاد الغبار هذا ما عمرها كانت، لأول مرة كتكون بهاد الشكل هذا. استلوغو الناس شادين التور، شادين التور اللي كينقي، اللي ينقي راه نقى، واللي يعني شاد التور الماكينة راه شاد التور. عجيب زعما هادشي، شوف سبحان الله العظيم. الناس اللي عندهم الديور فيهم مثلا، شوفوا هذاك خي هذاك السيد شفتوه، اللي عنده مثلا المانغيرا في عنده التيو مثلا في الدار وكذا، راه مخرجين الناس كيدير. يعني كلشي الناس كتغسلها الاخوان، باش ما نطولش عليكم بزاف. نتمنى الناس اللي كتشوفوا هذا الفيديو سواء كنتوا في اسبانيا ولا في دول اخرى، كما قلت رغم انهم هضروا على انه غادي يكون هذا الشيء حتى في اوروبا، ربما يوصل حتى النص ديال اوروبا، خليوا لنا التعاليق ديالكم واش وصلكم، واش وصلتكم هاد الظاهره ولا ما وصلتكمش. المهم تحيه كبيره، نخليو هاد الفيديو حتى هنايا، نتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر. احبكم في الله، بارطاجيو لايك الا بغيتو باش ينتشر الفيديو ويشوفوه الناس، ونتقاسموا مع الناس هاد المعلومه هذه كامله. والسلام عليكم.